الناحيه الثانيه في النادي الاهلي محمد عبد المنعم. سمعنا كلام كتير عن انه محمد عبد المنعم في طريقه انه الاهلي يعدل له التعاقد بتاعه، وكلام اخر انه محمد عبد المنعم ممكن يمشي في يناير بعد كاس الامم الافريقيه او يمشي في نهايه الموسم. محمد عبد المنعم بقى مكمل مع النادي الاهلي ولا هيمشي؟ خليني اقول لك الجديد، محمد عبد المنعم تم بالفعل تعديل عقده، يمكن ده انفراد النهارده لينا. عبد المنعم عدل عقده 4 سنين، هو كان عقده هيخلص يونيو 2025. تم اضافه سنتين كمان على السنتين اللي موجودين، وهياخد مثلا بنتكلم 14 15 مليون في السنه. يعني هيخلص يونيو 2027 بالظبط كده. النهارده كده الكلام ده خلال الساعات اللي فاتت. تم تعديل التعاقد، تم تعديل العقد محمد عبد المنعم ب 4 سنين، لسه مستمر في النادي الاهلي. ممتاز. تمام. الجديد كمان ان محمد عبد المنعم واخد وعد من مسؤولي الاهلي في حاله وجود عرض بعد امم افريقيا بشكل كويس جدا ماديا للاعب وللنادي، ممكن يتم السماح لي بالرحيل. ما دي بتبقى مفتوحه يا عمرو. مفتوحه بس هو اللي هو ايه العرض الكويس والعرض اللي بكام؟ ما العرض كويس مثلا بنتكلم في 4 مليون دولار 5 مليون، اللي هو رقم الاهلي ما يقدرش يقول له لا. زي ما حصل مع حمدي فتحي. حمدي فتحي مثلا لما جاله 3 مليون وشويه محدش يقدر يقف قدام العرض. فلو العرض جه مثلا سي مثلا ب 4 مليون 5 مليون لا، هيتم السماح بالموافقه على رحيل محمد عبد المنعم. طب ده كلام حلو جدا وخبر لطيف.